اوكرانيا ضربت لي اوكرانيا. اوكرانيا ما وقعش فيها هكا، الروس ما وقعش فيهم هكا، دابا الحرب وضربني نضربك ما وقعش. ودابا الصاروخ اش غادي يدير فيكم؟ دابا الى ما دار فيكم هكا صاروخ، دابا اش غادي يدير فيكم؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نشوفوا كيفاش اصبحت الجزائر بعد الفيضانات. تصور ان بلاد كلها رابت بسبب شويه ديال الماء. هنا كتبان البنية التحتية، هنا كيبانوا الناس اللي خدامين واللي خدموا بلادهم، ماشي انك كتشوف غير الناس اللي منهك وخلي الحفاري في بلاد وخلي القوات مسدودين وخلي داكشي كله رجع للزيرو. الاخوان قبل ما نبداو في الفيديو فاش غادي نشوفوا البنية التحتية الجزائر كيف اصبحت، ندوزوا الاول فيديو من الفيديو اللي صيفطو على بركة الله. ما كانش فيضانات، الشيء اللي وقع لازمنا نفهموا حاجة. قالك ما كاينش الفيضانات، اش نفهموا؟ الأمطار، كمية الأمطار اللي المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق. كمية الأمطار اللي المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق. أكثر من هذا. ها؟ حاجة على بالك واش فيها؟ البحر فاض. البحر فاض. والسماء. لا لا السماء كيطحن. لكن الحمد لله. ما عرفتش الصوت واش واضح عندكم ولا لا؟ عرفتش عندنا. قال لهم هادشي ماشي فيضان. قول لي شكون هادشي؟ قال لهم الامطار اللي كتجي في الشهر جات شحال قال؟ في 10 دقائق ولا اش قال؟ شكون هو الذنب المواطن؟ كون كانت البنيه التحتيه واقفه على شو القدرون ديالهم كي ولا؟ القدرون صاحبي تحفر واخا لاسيد اللي جا، واخا يكون داك عفوا داك داك الفيضان جاي بلاصيد بالماء القاطع، ما يديرش هاد الحالة هادي. لا البنية التحتية ديالكم اللي مشرشمة. قال لهم بغيت نزيد لكم حاجة، قالوا لي اشنو؟ قال لهم البحر فاض، السماء والبحر ها 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 وكيضحك. الناس كيموتوا، الناس بقاو بلا ديور، الناس تكرفصوا، الناس تشردوا، هو كيضحك حل فمه. شو المسؤولين ديالكم؟ شو على مسؤول؟ عاودوا ركزوا نعاودوا لكم باش اللي ما سمعوش يسمعوا مزيان. ما كانش فيه فيضانات، الشيء اللي وقع لازمنا نفهموا حاجة. الأمطار، كمية الأمطار اللي المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق. أكثر من هذا، حاجة على بالك واش فيها؟ البحر فاض، نهر البحر والسماء. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما وقعش عندنا، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اللي انت ما ساكنش ولا تهز ولادك تمشي لاسبانيا ولا فرنسا، انت اللي تحمد الله. كيفاش دابا ما فهمتش؟ دابا هادو جاي باش يبين لنا الشرح، بحال اللي قلنا ليه شرحنا شكون هو الفيضان. عرفنا ان الكميه ديال الامطار وكذا وهذا والماء كثير، قلنا لك شرحوا لنا اش من حاجه درتو. واش غادي تحاسبوا الناس اللي غشوا في الخدمه؟ هنا كتبان الخدمه، لا ديال الطريق، لا ديال القدرون، لا ديال البنيه التحتيه، لواد الحرب، بزاف ديال الحوايج كيبانوا في وقتاش كيبانوا؟ امطار الغزيره، امطار الغزيره. دوزوا الفيديو اخر. هو الجزائر كانت فقدت لمعان تاعها. الحمد لله الامور رجعت الحمد لله رجعت، فقدت اللمعان ديالها ورجعت. وقتاش كان عندها اللمعان؟ فين عمرها كانت في اللمعان؟ هي تبصيل ديال الطوس مثلا. وتتمتع بالاحترام تاع الجميع. هنا البرتغال احنا متفتحين، اللي حبوها نديروها مع بعض. نشتركوا مع بعض في مشاريع، نشتركوا مع بعض في النفط، في بناء السفن، في بناء السكنات، في داكشي اللي عنده مسكين، عنده غير البترول. دابا كيمشي كي فين ما مشى كيقول لهم ها البترول ها الغاز. اشنو البترول الغاز؟ يلا كل معايا، اجي هاجم المغرب هاك البترول ها الغاز. شو العقليه؟ حتى الهضره ديالو عرفوه هما عبروه، عرفوه بلا لا علاقه. شو غير من الهضره ديالو دابا كيدخل ويخرج في الهضره. حنا في الجزائر فقدت اللامعان، وانت واش البرتغال مسوقه لشي جزائر تفقد اللامعان ولا يكون كاع ما مسوقين لك داروا لك خاطرك بحال شي واحد جاي يضيف وانت ما عندكش معاه وراه كتسلك تصيفطو تسلك معاه ضحك يعني سير معاه في الريتم ديالو حتى يمشي. داكشي اللي دارت لهم البرتغال. دوزوا الفيديو اخر. مع
من راني راني مع من راه محترفة بقطر في السعودية محترفة في الخليج. ما حبيبي شوفوا شنو لبساته حبيبي. أنا سعودي 1 2 3 فيفا لاجيري حياتي أنت. احتراف في الدوري السعودي مزيان مزيان مزيان. غير ما بداش تعيروا الناس اللي احترفوا راكم انتم هما المحترفين رقم واحد المحترف رقم واحد في الدوري السعودي. ضربه الزليج الزليج ندوزوا الفيديو اخر. هاي الدخلة تاع البليدة هاي الدخلة تاع البليدة هذه هي الدخلة تاع البليدة وهاي الجزائر العميقة هاي هاي الجزائر العميقة الحقيقة بنت شو البنية التحتية ديالهم كي ولات الجزائر العميقة هاي الى ما هضرتوش دابا دابا هذه الجزائريين الاحرار الى ما هضرتوش في هذا الشيء اللي وقع دابا في الجزائر وقتاش باغيين تهضروا وقتاش الديور طاحوا الناس تشردوا عائلات ما لقاوش فين يباتوا دوزت لكم فيديو ديال واحد كيقول لهم ودي انا شاب كيقول لهم ودي انا الناس انا فين ما لقيت ماشي مشكل قالوا كي العائله دابا فين غادي تت يعني راه مأساس مأساس صح. دوزوا الفيديو اخر مالك حبه طون جبتها الحمله القرش كيدور عنده القرش كيدور اليوم حدا الديور شوف كوراج برك هيا كتضر اليوم حدا الديور كتعوم معاهم تفتحوا تقدادي باش تدخل لك للاحياء خصك تكون جزائري خصك تكون في الجزائر خايف عايش دابا في الحومه ديالك في اليابسه وخايف من القرش في اي لحظه يطيح الشتا يدخل القرش عندكم للدار التونة العريضة القرش صافي الأحياء ديالهم ولا القرش كيدور في الأحياء الجزائرية ندوزو الفيديو آخر أنت شوف البنية التحتية شوف 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 ودابا هاد الكودرون دخلنا عليك بالله هاد الطريق هذا كنت قد زعما بالقوانين ديالو بالأسس ديالو يعني كيما خصو يدار واحد هذاك ويتبريصاو مزيان ويزيد كاكا دوز وداك الشيء كما يجب ويديروا القدرون الزفت هو هذاك بالعبار شحال ديال الزفت وشحال ديال الكياس شحال ديال كذا داك الشيء يكون هو هذاك واش كان غادي يحفروا الماء ما يحفروش انا قلت لك هذا الماء واخا يكون لاسيد الماء القطع هو اللي حامل جاي كياكل في الارض ما يديرش هذه الحالات انت قالت لهم فين يتمشاو شتا في الاول قلت واش هذاك الكيرس دوك الرسوم 3 دي اللي دار لهم زعما الحفاري هنا انها الجزائر ديريكت بلا 3 دي هانت شو على حاله شو على حاله شو على حاله شو القواتس كيبانو مزيان ملي كاينين القواتس قلت انا راه ما عندكمش القواتس اش من ما غادي تخويو في القواتس ديروا حفاري وصافي تحطاو ولا سير بعد الليل وحفر تحط الطراب ولا بحال داك اللي كيركب كيضرب 40 كيلومتر باش يلقى فين يدوز على برا شو على حالة شو على حالة شوف اللي بغاو ينضموا كاس العالم شوف اللي بغاو ينافسوا المغرب في كاس افريقيا شوف الناس اللي بغاو ينضموا الحمد لله ما عطاكمش 25 ما هاد الفضيحة تصور راه مشكل هادي عاودو يحيدوها ليك شوف على حالة شوف على حالة شوف على حالة أينكم يا أصحاب الجزائر الجديدة؟ وعندكم الحق راه جزائر جديدة جزائر ديال الحفاري وديال الطرقان ضاعوا الديور طاحوا هذيك هي الجزائر الجديدة هانت حشومة حشومة دابا وما كاين لا محاسبة لا لو كانت شي وقع عندنا كنا تروينا في الناس اللي مسؤولين على هذا الطريق
شو الطريق كتحفر ولا واخا درتوه بالرمله خليته غير الرمله واقفه هكا وما يحفرهاش الماء تنضر الروينه شكون اللي مسؤولين على البنيه التحتيه على الوضع الحار على هذا اش هذا الشيء اش هذه الخدمه هذه هما والو عادي صافي حفروا لي طاحوا الديور حفروا عادي عادي تحت ماضر شو الناس ما لقاو فين يدوزوا برجليهم شو 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 داز داز الماء تحت الديور داز واش دخلنا عليك بالله الماء اللي حفر دابا هنا وراه الطريق هادي راه القدر وراه كيفاش غادي راه الزفت هذاك صاحبي حفر ليه تماك حفر النص صح في الطريق كيفاش هاد الماء هذا يلا شرح لي دابا ما يمكنش اصاحبي شو دايرين الطريق بالبونج دايرينو دايرينو الفرشي عرفتي شكون الفرشي اللي كيجي في الجنب ديال التلافز وكيجي داك الابيض اللي كيحكوا الدراري مع الحيط باش كيطلق ديك الروينه وراه هو باش قادو هادشي يلا هاد الماء دابا يجي واخا يجي حامل ويجي مجهد ويجي كدا ما يقلعش زعما القدره طريق الزفت ما يقلعوش غير الا كان مرشي مخرخر جبت التيوات لتحت هانت شوف على حالة شو على حالة شو على حالة شوف على حالة شو على بنية تحتية شوف القوة العظمى شوف اللي باغين ينافسوا المغرب في احتضان كاس العالم 2025 شوف اللي باغين ينافسوا المغرب في احتضان 27 شوف اللي قالوا لك احنا خير من المراركة المراركة ما عندهمش هاد الفضيحة هاد جاو فيضانات في المغرب كانت الشتا مجهدة دخلوا الماء للديور ديال عباد الله الماء دخل للديور ديال عباد الله وفي الواقعة ديال شوف الفيديو ديال علال ديك كتب علال القدوس وشوف فاش كان كيجبد في الروكار تما دخلوا الماء لعباد الله ولاني ما تحفرش هاد الفضيحة هادي هادي راه فضيحة هادي ورا جميع الشوارع الكرغولية الجزائرية فاش كان الفيضان وكذا راه كانت تحفروا بحال هكا ها انت شوف اوكرانيا ضربت لي قال لي هذاك سمعتيه واحد قال لي اوكراني والله الا اوكرانيا ما وقعش فيها هكا اوكرانيا ما وقعتش فيها حاله بحال هادي ها انت اسمع اسمع شي كل اوكرانيا ضربت لي اوكرانيا ما وقعش فيها هكا الروس ما وقعش فيهم هكا كتب الحرب وضربني نضربك ما وقعش ودابا الصاروخ اش غادي يدير فيكم دابا الى ما دار فيكم هكا الصاروخ دابا اش غادي يدير فيكم غادي يجبد البترول تحت الارض ما يمكنش صح بزاف هادشي مضغطغين مساكن مضغطغين شوف باش الما يدير فيك هاد الحاله راه خصك تكون في الجزائر شوف على حال اش خالو الما كنظن ما يديرش هكا غير الا كانت الخدمه ديالهم ناقصه لا في الطريق لا في التبليط ديال الازقه ودابا راه كنشوفوا الشوارع محفرين الزناقي محفرين ما عرفتش هاد 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 الفيضان واش هز معاه الفيسان كيضرب سابقين الناس كيحفروا عاد جا الفيضان يهز داكشي اللي حفروا وهي هادي كتخرج وكتسب المغاربه وكتقول المراركه حنا خير منكم يا مطبعين عطي له البان خدموا غير بلادكم بعدا خدم غير بلادك عاد شوفنا حنا نهار تخدم بلادك مزيان فيها بس تشوفنا ماشي مشكل تخلي بلادك كم مضغضغه وجاي حاضينا حنا لا حياه لمن تنادي اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو شكرا بزاف على الدعم ديالكم شكرا على لي كومونتير الزينه والخايبه حنا شوف كنخليو لي كومونتير كانت زوينه مزيان كانت خايبه كنخليوها باش تشوفوا الكراغ علاش كيقولوا صافي وتحيه لكم وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين تحياتي لكم السلام عليكم واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت القرون